علاش بغينا الجمهورية؟ حيت ما بغيناش السلطة تبقى في يد واحد، حيت ما بغيناش واحد اللي يحتكر لنا الاقتصاد ديالنا، حيت ما بغيناش الحقرة اللي الناس اللي كتخرج كتظهر في سنقها على حقوقها، حيت ما بغيناش الناس تقري ولادها بالفلوس. بغينا يكون التعليم مجاني وللجميع، ما بغيناهمش يبقى المخزن، ما بغيناش يبقى المخزن محتكر لنا الساحة من يخرجوا نتظاهروا من يخرجوا نطلبوا بحقوقنا. ما بغيناش محمد السادس يبقى يقول بأنه هو أمير المؤمنين وهو لا علاقة له بإمارة المؤمنين. حتى علاش بغينا الجمهورية؟ كيفاش بغيتيني ندوي وكلامي ما مفروش؟ كيفاش مشوش وجوه ناس عايشين ما يرحموش؟ كيفاش الوقت قيس وبلاد ديما راجعة للور؟ كيفاش بلاد الحضرة والقانون مكتوب في السطور؟ كيفاش الحبس ولا عارف مشي ولا معروض؟ كيفاش العيشة بالحرام صبحات حق مفروض؟ كيفاش ظلم الناس يعيشوا الحق اصبح مكروه؟ كيفاش كتاب الله نسد الدين ولا مشبوه؟ كيف 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 كيفاش الكبير يكون صغير؟ كيفاش ازواج رجال كيف الزوي يقولوا حلال؟ كيفاش حال البلاد تبدل ولا من محال؟ You see that selector over there, so we are going like them slick, them guy that sound like Gladys Knight and the Ticks. Weak in a hip and strong in a lip. Yeah, I hear me DJ Gio, I saw the thing go. Murder people, Nabahun, Babahun. Hey.